يقول السائل: ما حكم ما نسمعه هذه الأيام من أن شدة ارتفاع درجة الحرارة بطريقة تختلف عن السنوات الماضية هو بسبب ثقب الأوزون وارتفاع درجات الحرارة بقدرة الله أولا ثم بسبب هذا الثقب، وكذلك زيادة كمية الأمطار لسرعة تبخر المياه من شدة الحرارة وحدوث الدمار من فعل السيول، فبماذا تعلقون على ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما المصائب والمتاعب فلا يقع منها شيء إلا بسبب ظلم العباد أنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وربنا لا يؤاخذنا بذنوبنا ما ترك على وجه الأرض أحدا. وأما ما يقال عن فقم في هذه الأجواء فقد جاءت سنوات حر شديد قبل حدوث هذا التطور الصناعي، وجاءت أزمة برد شديد قبل ذلك، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. ينبغي أن الناس إذا شعروا بوضعة الحر الزائدة عما كانوا يتوقعون أن يتذكروا حر نار جهنم وقالوا لا تنفروا في الحر، كل نار جهنم أشد حرا من آخر، ثم اثقوا بأن الساعة لم تتأخر عما محدده لها الله، وأن الفناء لم يسبق وقته ولن يتأخر عن وقته، فما يزعمونه من ثقوب وخروق هذه مزاعم إن صحت فلا شك أنها بقضاء القادر على كل شيء، وإن لم تصح وهذا هو الأقرب فما أكثر ما نسمع تنبؤات وأخبار أخبارا قد يصدق بعضها وغالبها لا يصدق.